روح بقى مش بعيد عن الشأن الشرق أوسطي وما يحدث في الإقليم وتداعيات الحرب على غزة، لكن المرة دي من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه خلال اليومين اللي فاتوا طبعا كان في حديث كتير وكده حضراتكم شفتوا أنه رئيس ترامب بيختار المجموعة اللي هتشتغل معاه في الإدارة الجديدة. والحقيقة أنه معظم الاختيارات اللي اختارها الرئيس ترامب حتى الآن كلها اختيارات بتميل إلى دعم إسرائيل، شخصيات معروفة بدعمها الكامل لإسرائيل ومعروفة بصهيونيتها ومعروفة كمان بتحيزها الشديد لإسرائيل. فطبعا بدأ حديث عن هي الناس دي هتعمل إيه. يعني خلينا نقول لكم على سبيل المثال، النهاردة أو من امبارح كان تم الإعلان أنه السفير الأمريكي القادم لدى إسرائيل اسمه مايك هاكابي، ده اللي هيرشحه أو هيعينه ترامب في القدس اللي نقل ليها العاصمة. خرج بتصريحات قال أنه بيدعم السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، لكن الرئيس ترامب هو اللي هيكون صاحب القرار في هذه المسألة. وده بيأتي بعد يوم واحد من تصريحات سموتريتش اللي دعا فيها يوم الاثنين اللي فات لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بحلول عام 2025. ده غير طبعا اختيارات ترامب لمثلا ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة القادمة، هي يعني صهيونية بامتياز ولديها تصريحات بأنه إسرائيل حليفة كبرى، وهذا يعني تقديم كل أشكال الدعم وكل أنواع السلاح لإسرائيل. احنا معنا على الهاتف الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق. اهلا بيك سيد حسن، منور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، تحياتي لك وللمشاهدين وللشعب الفلسطيني، نترحم جميعا كل شهداء. طبعا نترحم عليهم، ربنا يرحمهم ويحسن اليهم يا رب. يعني مع متابعتنا طبعا لقدوم ترامب والعالم كله منشغل بالسيناريوهات الممكنه عالميا وفي المنطقة وطبعا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن بعض اختيارات الرئيس ترامب بدأت تثير نوعا من القلق، وخاصة ليه بعض التصريحات أثناء حملته أيضا كانت مثيرة للقلق. بتنظر إزاي للاختيارات الجديدة في إدارة ترامب فيما يتعلق بتوجهها نحو إسرائيل والقضية الفلسطينية؟ والله حسب الأسماء اللي شفناها والتصريحات، يعني احنا أمام إدارة أكثر فاشية وتهويدية يهودية، حكومة الفاشية اليهودية في تل أبيب. يعني أنا أول مرة بسمع أن واحد بيطلع يعني أمريكي، من زمان ما سمعناش هاي الأغنية، لا يوجد شعب فلسطين. يعني حتى بن غفير بيقول في فلسطينيين بس سكان، هذا أنكر وجود الشعب الفلسطيني. مايك هاكابي يعني قال يعني هذا لسه بيطلع نتنياهو يساري بالنسبة له أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني اختراع، اخترعوه الناس عشان بس يقطعوا حق وجود إسرائيل، وأنه الحكي عن أي وجود هذا روح على العراق على الأردن على سوريا، وما في شيء إلا دولة إسرائيل، وأنه تعمل ما تشاء ولها حق ما يشاء. المسألة الثانية، عين ترامب تاجر عقارات، يعني واحد بياع شقق أراضي يكون مندوبه في الشرق الأوسط، يعني تخيل تاجر عقارات مسؤول عن عملية السلام وإبداع الحل المفترض أنه يتقدم للمنطقة من أجل حل الصراع العربي الإسرائيلي بكل تعقيداته. بجانبه جاب وزير الدفاع مذيع، يعني حتى البنتاغون في صدمة كبيرة شو جاب لنا مذيع كثير وزير دفاع. قالوا نحن أمام إدارة حقيقة يعني شيء زي تحس حالك بفيلم، يعني فيلم كوميدي مرات وعلى سوداوي، شيء مش طبيعي يعني غير طبيعي على الإطلاق. يعني الحقيقة الأسماء اللي جاية يعني لهاش علاقة بأنه ممكن تتعامل معها، يعني وأنا بتمنى أنه الدول. هل تعتقد ده بيتناقض مع يعني ما وصفت بانه انطباعات اوليه بانه ترامب يرغب في انهاء الحروب عامه سواء كانت في الشرق الاوسط او في اوروبا؟ يعني تعتقد انه ده عكس
بعض التصريحات اللي كان هي القضية مش معاك. هو كشخص احيانا بتحسه بجهة وكل ما يتعلق بجهة ثانية. هو رجل فاجر حتى بالفكر والسياسي. هو لا يعني مصلحته الحقيقية مع العرب مش مع اسرائيل. اسرائيل لم تعد تمثل له الان المصلحة التي تدافع عنه. هو عينه على الخليج وبالتحديد على العربية السعودية. هذا الحكي لا يستقيم مطلقا مع الفريق اللي جابه. يعني كيف ممكن ان السعودية تعمل تطبيع مع واحد مغارب لجنة على فلسطين؟ يعني حتى قد ما يكون عندك تسلم يعني جدا تكون بهذه الطريقة. يعني مش بس انه يعني هذا ليست وقاحة، هي تتجاوز يعني حتى هذه اللحظة من ايام بيجن وقولة كهين ما سمعناش واحد اسرائيل بقول لك لا يوجد شعب الفلسطيني. نعم يعني زمان كهين قالت ان هو على اي حال كل الاطراف العربيه عملت انه لن يكون هناك تطبيع مجاني، بيكون اقامه دوله فلسطينيه، وده تم الاشاره ليه اكتر من مره. لكن تعتقد ده هيصطدم بترامب؟ لا بس كسرت هاي المبدا، انكسر مبدا مبادره السلام لا تطبيع الا بخلاء، انكسر. بحرين عملت، الامارات عملت، قطر في عندها، عمان، المغرب، هذول بعد احنا وبصر والاردن، هذول اجداد ايام ترامب خارج النص. يعني ما لهمش علاقه، مش اصحاب مصلحه ولا اصحاب مواجهه. يعني لا عندهم ارض محتله ولا مصالح محتله ولا عداء، عملوا تطبيع ببلاش مجاني يعني حسابات بدون اي. يعني حضرتك غير متفائل بالاختيارات دي ولا تاثيرها على الفتره؟ انا بعتقد كاسماء، انا ما بحكي الان، لا استطيع ان احكم بشكل مسبق لانه من الصعب جدا ان تتعامل مع ترامب كواحد ايديولوجي مش صاحب فكر سياسي مفهوم تستطيع ان تضع رؤيتك عليه. نعم انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور حسن عصفور.